السلام عليكم. مرحبا أحبتي التلاميذ والتلميذات في درس جديد في مادة النشاط العلمي للمستوى الثالث. عنوان الدرس لهذه الحصة الطقس. دائما في الوحدة السادسة الأسبوع الرابع، لكن مع موضوع الطقس والمناخ. سوف نتناول هذا الموضوع من خلال حصتين، الحصة الأولى الطقس والحصة الثانية النشرة الجوية. إذن الحصة الأولى الطقس. الهدف التعلمي من هذه الحصة هو أن أتعرف مفهوم الطقس وعناصره. إذن إلى المرحلة الأولى، الملاحظة والتساؤل. إليكم أحبتي الصورة التالية. لاحظوا الصورة، هذه الصورة جيدا، ومن خلال ملاحظتها حاولوا أن تتعرفوا حالة الجو من خلال هذه الصورة، من خلال ملاحظة السماء، ومن خلال ملاحظة هذا المحرار. ماذا يمكن أن نقول عن الجو؟ ممتاز. إذن من خلال هذه الصورة فالجو مشمس والطقس حار، إذ يتجاوز 40 درجة. إذن أحبتي يمكننا أن نتساءل التساؤل التالي: كيف نعرف حالة الجو؟ إذن حاولوا أحبتي أن تسجلوا فرضياتكم وإجاباتكم عن هذا السؤال كالعادة بتوقيف الفيلم لمدة 3 دقائق. جيد. إذن للمرحلة الموالية ومرحلة الفرضيات، لدي هنا سجلت لكم بعض الفرضيات. الفرضية الأولى: نتعرف حالة الجو باستعمال بعض الآلات. فرضية أخرى: نتعرف حالة الجو بمراقبة السماء. إذن لنتحقق من هذه الفرضيات ومن فرضياتكم إلى المرحلة الموالية، مرحلة التحقق. إذن في هذه المرحلة سنقوم بالنشاط التالي: ألاحظ الصور وأصل بخط كل حالة جو بعنصر الطقس المناسب. إليك الصور. لدي صورة أولى: عاصفة، ارتفاع درجة الحرارة، زوبعة، مطر، غيوم، ثلج. عناصر الطقس التي لدي: هبوب الرياح، تكون السحاب، تساقط الثلوج، تساقط الأمطار، درجة الحرارة. إذن كالعادة يمكنك أن تقوم بإيقاف الفيلم وتنجز النشاط، ثم تتابع بقية الفيلم. إذن لنقوم بالتصحيح. إذن الصورة الأولى عاصفة، ماذا تمثل؟ ما هو العنصر الطقس الذي يناسبها؟ ممتاز، هبوب الرياح. لدي هنا، انظروا هذه الأشجار تحركها الرياح. الصورة الثانية: ارتفاع درجة الحرارة، عنصر الطقس هو، ممتاز، درجة الحرارة. زوبعة، انظر الزوبعة، عنصر الطقس المناسب له هو هبوب الرياح. رابعا مطر، ممتاز، تساقط الأمطار. خامسا غيوم، جيد، تكون السحاب. وأخيرا ثلج، أحسنت، تساقط ثلوج. أحسنتم. إلى المرحلة الموالية، التحقق. أيضا دائما في مرحلة التحقق. لمعرفة الطقس مكان معين نستعمل أجهزة قياس متنوعة. أحبتي في هذه المرحلة سوف نتعرف يعني مجموعة يعني عناصر الطقس والأجهزة التي نقيسها بها، يعني نقيس كل الجهاز الذي نقيس به كل عنصر طقس وبعض صور موضحة. إليكم. إذن سنتعرف عنصر الطقس، ثم جهاز القياس، ثم الصورة الموضحة. إذن العنصر الأول هو درجة الحرارة. بماذا نقيس درجة الحرارة؟ ممتاز، نقيسها بالمحرار. وإليكم طبعا هذا نموذج للمحرار، وهناك نماذج أخرى. تساقط الأمطار نقيسها بمقياس المطر، وإليكم نموذج لمقياس المطر. العنصر الثالث: شدة الرياح واتجاهها، نقيسها بكيس الريح، وإليكم نموذج لكيس
الريح. رابعا سرعة الريح وناقصها ب المرياح، وإليكم عنصر أو نموذج للمرياح. وأخيرا اتجاه الريح وناقصه بدوارة الريح، وإليكم صورة. إذن فدرجة الحرارة أحبتي ناقصها بالمحرار، تساقط أمطار ناقصه بمقياس المطر، شدة الريح أو الرياح واتجاهها ناقصها بكيس الريح، سرعة الريح ناقصها بالمرياح، واتجاه الريح ناقصه بدوارة الريح. إذن للمرحلة الموالية، وهي أستخلص. إذن فلنحاول أن نملأ هذا الملخص. فراغ هو حالة الجو من برد وحر وغيرهما في مكان ما خلال فترة زمنية قصيرة. يحدد الطقس بمجموعة من العناصر، منها العلامة الأولى سرعة واتجاهها، تكون تساقط الأمطار والثلوج. إذن أحبتي تقومون بإيقاف الفيلم وتفكرون جيدا في ملء هذا الملخص. إذن الآن لنمر لملء الملخص. إذن ماذا نتحدث في الأول؟ عن ممتاز، عن الطقس. الطقس هو حالة الجو من برد وحر وغيرهما في مكان ما خلال فترة زمنية قصيرة. يحدد الطقس بمجموعة من العناصر، منها أولا درجة الحرارة، سرعة الرياح واتجاهها، تكون السحب، تساقط الأمطار والثلوج. إذن إلى الكلمات المهمة. طقس، طون، أو، ميتيو، مناخ، كليما، جو، أتموسفير، ريح، فون، تساقطات، بريسيبيتاسيون، سحابة، نواج. إذن إلى المرحلة الأخيرة، وهي مرحلة أستثمر. أستثمر، ألاحظ كيس الريح وأرتب الصور حسب شدة الريح بوضع الأرقام 1 2 3 في الخانة المناسبة. يعني إليكم الصور. سأرى الصورة التي تمثل شدة الريح أكبر، رقم 1 أضعف، كلما ضعف والأضعف، رقم 2 إلى نصل إلى شدة الريح الضئيل أضعف نهائيا وتكون هي رقم 3. إذن من هذه الصور، ما هي الصورة الأولى التي تمثل أقوى شدة ريح، ثم ثانيا ثالثا؟ إذن كالعادة تقومون بتوقيف الفيلم وتفكير جيدا في الموضوع. جيد، إذن لنقوم تصحيح. إذن رقم 1 هي الصورة الأولى، جيد، وثانيا هي ممتاز، ثالثا ورقم 3 هي الصورة الوسطى. أحسنتم أيها الأبطال وأيها البطلات. إلى هنا أحبتي يكون درسنا قد انتهى، وإلى درس جديد أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.